السلام عليكم عليكم السلام حياك الله يا ابو احمد شلونك شلون صحتك سيدنا الغالي سيد بخير صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد والله استفسر سيد. والله بخير الحمد لله استفسر إن تسمحون لنا تفضل حياك الله من من الائمه الاثني عشر استدل من القران الكريم في إثبات إمامته للأمة ما أسمعك سيد من من الأئمة استدل من القرآن الكريم في مسألة إثبات إمامته للأمة إمامته للأمة أيوة أحكبر. إمامته إمامته نعم هي دي هي الله أعتقد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كيف استدل من القرآن ماذا قال؟ ما عندي معلومة سيدنا أنا آسف وأعتذر أنت تقصد ما جاء في سورة المزدلفة هؤلاء أئمة هذه؟ نعم اللي أنا قلت لك ده مش قرآن وما فيش سورة اسمها المزدلفة يا سمحتي الشيخ أبو أحمد وأنتم مش حافظين أي حاجة خالص من القرآن يا أبو أحمد؟ ما فيش حد من الأئمة يا أبو أحمد استدل من القرآن في إثبات إمامته خالص خالص يا أبو أحمد أنت من يا محافظة يا سيد. بعدين بقى يا أبو أحمد هقول لك أنا منين وعايش فين وبيتي كم شقة في شقتي كم غرفة هنتعرف على الحاجات دي بس مين من الأئمة استدل من القرآن يا أبو أحمد في إثبات هذه الإمامة؟ شايف سيد حيدر نعم مكتوب سيد حيدر المساوي والدلع سيد حيدر المساوي والحقيقه رامي عيس يعني ليه اسمين اثنين المهم بس ما الامام برضو ليه اكثر من اسم مين من الائمه استدل من القران يا ابو احمد انت دقيقه اعطيني مجال اعطيك مجال تفضل هسه أرد اعرف حالي بمن متصل انت اتصلت علي يا ابو احمد أنت اتصلت علي وأنا كنت متصل عليك قبليها فأنت فكرتني سيد معايا الخمس أنا بس طب من من الأئمة سجد على هذه التربة يا أبو أحمد؟ من من الأئمة سبح بهذه المسبحة؟ لا إلا الله. طينا مجال يا سيد. تفضل. ما مكتوب. سيد بخير حياك الله تفضل. أنت قبل فترة اتصلت علي وقلت لك أني مجاني ما مكنك يعني بدون اتصال. <ليس> أنت مجاني؟ لا قبل فترة اه, آه. قبل فترة كنت مجانا دلوقتي المحادثة آه. المحادثة موجودة نعم انا اقول لك لماذا اقول لك أنت... لماذا يا ابو احمد دقيقة دقيقة انت بالنسبة لك رجل مصري من اخواننا المصريين وكل أي... الهلا ومرحبا بك حياك الله يا ابو احمد وعلى راسي وانا احب شعب العراق بس مين من الائمه استدل من القران الكريم في اثبات امامته دقيقة أنت رامي عيسى أو سيد حيدر الموسوي أنا الاثنين لأن أنا عندي في كتاب النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب إن الإمام المهدي له مئة اسم فأنا دلوقتي ليا اسمين اثنين بس رامي عيسى وعلى الفيسبوك السيد حيدر الموسوي فأنا بسألك بقى مين من الأئمة الاثنى عشر استدل من القرآن في إثبات إمامته يا شيخ أبو أحمد الخيكات ما أعرفه ما أعرفه ما فيش والله حد من الأئمة قال أنا يعني الإمام علي ما قالش أنا صاحب آية الولاية، أنا صاحب آية الابتلاء، أنا صاحب آية التطهير، أنا الأئمة ما كانوش بيستدلوا فلماذا نحن نكذب على الله ونقول أنه يوجد 12 إماما؟ آه آه يلا بقى زين زين أنا أسألك سؤ سؤال أنا أسألك سؤال اتفضل من قال في يوم المباهلة أو يوم عيد الغدير من قال علي مني وأنا منه علي علي مني وأنا منه علي منه علي أراد آه آه يا أبو علي طب دي مالها ومال الإمام وين الإمام استدل من القرآن ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال جليبيب مني وأنا من يبقى كده جليبيب إمام معصوم جوليبيب مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت نعم أنت زين ليش... أنت ليش ما كاتب رامي عيسى يا عم خلاص بقى يا أبو أحمد بقى بعدين نبقى نحل الإشكال دوت أنا نفسي يا أبو أحمد أخذ بيدك من الهلاك والله والله أنت الآن على عقيدة مخالفة للقرآن يا أبو أحمد أنتم تتبعون أنتم تتبعون عائشة وتتبعون تتبعون حفصة وكذلك آه. هذه الامور آه. يا اخي هذه الامور انا يا, يا ابو احمد اقول لك الصراحه يا ابو احمد بقى اقول لك الصراحه انا بأخد ديني من عائشه وربنا اللي امرني بذلك في القران تاخذ دينك منين؟ من عائشه ربنا امرني في القران ان انا آخد ديني من عائشه دقيقه دقيقه زين القران قال لك تاخذ دينك من عائشه ايوه ايوه القران قال لي اخذ ديني من عائشه أخوش طيري في صريح عبارة أنه أنت تأخذ دينك من عائشة تعرف سورة الأحزاب؟ هو في سورة في القرآن اسمها الأحزاب؟ نعم في الآية رقم 34 في سورة الأحزاب نعم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرنا نور النسوة ما يتلى في بيوتكن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم من ايات الله والحكمة من القرآن والسنة فكان بيتلى في بيت عائشة القرآن والسنة وهي تخبر به فتعلمنا فخد ديني من عائشة. تعرف تجيب لي آية واحدة في القرآن الكريم بتأمر إمامك عجعج أنه يبلغ القرآن أو السنة؟ تفضل. زين. عندكم كتاب اسمه ماليش دعوه بقى, بقى بكتاب وكراسه وكشكول بقى بتغير الموضوع ليه يا ابو ابو احمد الخيكاني ابو احمد الايه ابو احمد الخيكاني ليه بتغير الموضوع بقى ليه بتغير الموضوع مش احنا لسه قايلين دلوقتي زين هات لي ايه من القران الكريم تثبت انك تاخد دينك من عائشه جبت لك الايه من القران الكريم اهو انت تستطيع انت بقى تاتيني بايه من القران الكريم بتامر امامك عجعج انه يبلغ القران والسنه يا ابو احمد تفضل او تاخذ دينك من من زوجه او نعم. او تاخذ دينك من زوجه هو اللي امر به الله سبحانه وتعالى اللي انزل عليه الوحي لا انا باخد ديني من محمد صلى الله عليه وسلم واللي نقلوا لنا الدين فممن نقل لنا الدين ام المؤمنين عائشه هل امامك المهدي نقل لنا الدين نقل لنا ايه امامك المهدي قل لي ماذا ماذا نقل لنا امامك المهدي خوش يعني انت ما تعترف اكو امام مهدي عندي لا ده ده خرافه يا ابو احمد في واحد عاقل يا ابو احمد يصدق ان في واحد هربان بقاله 1200 سنه هربان مال هو مش هو خايف من انت اذا خوش دقيقه شانت اذا تقول هذا هربان هاي خرافة انه هذا هربان لا عدت شلون مسوي هذا اسمك سيد حيدر الموسوي شانت الموسوي هذا جاي يسوي يعني الموسوي إلمن ما نتابع هو الموسوي انا مت... انا مطلع شهاده ان انا من ال البيت والله والله مطلع شهاده بس انا بس اللي انا عايز اقوله لك انت شهاده ايه؟ اللي قعتوا السستاني وكدا اللي قعدوا السيستان وكده الناس اللي هم بيطلعوا شهادات كده مضروب المهم بس انا اللي انا عايز اعرفك دلوقتي عليه امامك المهدي لا 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 وين لا دقيقه دقيقه ما لك علاقه بالسيد السيستاني نهائيا لا تجيب طاري هذا الشيء لا, لا, تحرجني باسئلتك يا ابو احمد يا ابو احمد لا تح... انت ماذا تقول يا ابو احمد هذا لا يصلح يا ابو احمد انت مطلع شهاده نسب انت مطلع شهاده نسب, مطلع شهادة نسب انك تنتمي لاهل البيت نعم من اللي من اللي اعطاك هذه شهاده النسب؟ انت مصري. اه يعني ما فيش مصريين ما فيش من قلبك مصريين هو لازم في العراق بس قال البيت ما ينفعش يكون في مصر قال البيت لا لا, لا 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 انت انت تتبع عائشه ايوه عائشه دي. وانا جبت لك ايه من القران الكريم بتتبع عائشه اللي بلغت القران والسنه مش امامك اللي خايف ومستخبى الله اعلم في السرداب والبعض يقول لك لا بس المهاجر قال في السرداب على فكره يعني مش علشان ما تقولوش دراما بيكذب بيك او كده والسلقلقي ياسر الحبيب بيقول لا في الجزيره الخضراء فالله اعلم انت بتتبع واحد هربان في الجزيره الخضراء انا بتبع مين؟ انا بتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطيعه وباخذ ديني من اللي ربنا قال عنها وازواجه وامهاته وبعدين أمرها بتبليغ القرآن والسنة هل الله أمر إمامك المهدي بتبليغ القرآن والسنة أجب ما تقوليش دقيقة دقيقة رامي رامي, رامي. نعم رامي لا تاخذنا في كثرة الكلام اعطيني مجال طب انا بديك مجال ما بتجاوبنيش يا ابو احمد متى تجيبني يا ابا احمد لا لا لا, لا. انت اساني وحدة 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 انت خليلك خلي لك صورة هاي الصورة مو لك مين اللي قال لك اني مش ليا؟ لا مو لك انت هاي الصورة مو لك هاي الصورة إلك انت هذه الصورة محطوطة عندي ما الامام بيتغير في اكثر من صورة يعني طب انا هسألك سؤال يا ابو احمد هل امامك المهدي يسمعنا الان يسمع. الإمام المهدي يسمعنا الآن؟ آه يسمعنا الآن ويطلع علينا؟ نعم له غيبة صغرى وله غيبة كبرى يعني يسمعنا ويطلع علينا؟ سليم. يسمعنا ويف... يا راني سليم هذا لا اعلم به اعلم به الله سبحانه وتعالى فقط طب هو هيعمل ايه ابو احمد أيوة. اما يخرج هيعمل ايه اول ما اول ما يقضي امرك انت لانه هاي عمامتك غيره صحيح. أفا. غير صحيحه هيقتلني ده انا هحاربه بالسيف هغزه في بطنه انت هتغزه اه ما انت بتقول هيجي يقتلني يا ابو احمد نعم نعم انا اقول لك ليش، تعرف ليش؟ ليش؟ <applause> انا اقول لك ليش؟ ليش يا ابو لانه لانه الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف اول ما يتولى اول ما يتولى من اتبع عائشه لعنة الله لعنة الله عليك يا احمد الخيقاني بتلعن زوجة نبيك يا مهزأ بتلعن زوجة نبيك يا قذر بتلعن زوجة نبيك يا كذر بتلعن زوجة نبيك واصحاب نبيك يا كذر. لا لعنة لا، طول اتحرقت خلاص مش عارف تجيب اما جبتلك ايه من القران الكريم مش عارف ما جبتلك ان ام المؤمنين تبلغ القران والسنه اتحرقت مش عارف حشرني هذا السني حشرني المصري، إيش أسوي؟ ألعن بقى في زوجة نبيه، أحاول أستفزه إن أنا أسب زوجة نبيه، طيب يا أحمد أهل ز... يا أتباع أهل السقيفة يا, يا أتباع أهل السقيفة، مش السقيفة أحسن من الحسينية اللي طلعت اللطمة الزحافة، مش الز... السقيفة أحسن ولا الحسينية يا أحمد؟ أنا بس عايز أقول لك حاجة يا أحمد بس ما تسبنيش، ليه ما نكونش أصحاب يا أحمد؟ أه تسكر أنا كنت لسه أقول له أصحاب وبعدين هجيبه تاني هجيبه شفتم شفتم الزنادقه اسمه ابو احمد الشميساوي الخيكاني شفتم اما, إما حشر الزنديق خل نتصل عليه شفتم اما حشر الزنديق بيكنسل عليا ورب الكعبه والله العظيم بيكنسل عليا زنديق خسيس اما بيحشرهم وبيعجزوا وبي عن الاجابه يبدا في السب واللعن دول هكذا اما يحشروا هكذا ويعجزون عن اثبات هذا الدين الباطل يسبون ويتهربون ويلعنون وعجز أحمد شميسوي الخيكان أن يأتي بآية من القرآن إستدل بها علي أو الحسن أو الحسين على إثبات إمامته وعجز أن يأتي بآية من القرآن الكريم تأمر أحد من الأئمة بتبليغ القرآن والسنة كما أتيت في أم المؤمنين عائشة وستظل هذه العمائم القذرة ستظل تحرق في هذه الإتصالات وتكشف أمام عقلاء الشيعة كان معكم أحمد الشميساوي الخيكاني القذر الذي يسب عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة ما سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد